الإغاثة أحد أهم الملفات الشائكة في اليمن، وربما هي أحد عوامل إطالة الحرب، وباتت تعرف حديثاً على أنها مورد هام من موارد اقتصاد الحرب. يشوب هذا الملف الكثير من التجاوزات التي ترتكبها الميليشيا والكثير من التغاضي أيضاً. مرات كثيرة أكدت الحكومة أن الميليشيا تستغل هذا الملف كمورد هام لتمويل أنشطتها العسكرية وأن ما يتم توريده لإغاثة الأهالي يتحول إلى السوق السوداء خصوصا في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرتها ومرات كثيرة أيضا طالبت الحكومة المنظمات الدولية ذات الصلة باتخاذ موقف إذا أعبث الميليشيا لكن دون ما جدوى؟ اخر احداث هذا الملف قيام ميليشيا الحوثي باقتحام مخزن تابع لبرنامج الاغذيه العالمي في مديريه الدريهمي بمحافظه الحديده وتحويله الى ثكنه عسكريه. اليوم نحن في هذا الموقع ندشن مشروع رئيس اللجنه العليا للاغاثه عبد الرقيب فتح دعا المنظمات الدوليه الى ادانه هذا السلوك. وكشف انتهاكات الميليشيا بحق العمل الاغاثي والانساني، واشار الى ان المنظمات الامميه تعرضت للكثير من المضايقات وإعاقه اعمالها من قبل الحوثيين، خصوصا في محافظه الحديده، موضحا ان هذه الانتهاكات تتنافى مع القوانين والمبادئ الدوليه والانسانيه، وانه حان الوقت لتدخل اممي عاجل لايقاف هذه الممارسات